المشرعة فقط 4 من 80، وحي على خير العمل غير ثابتة. في باب 13 الأذان والإقامة وفضلهما في مشرعة البحار الجزء الثاني. قال الشيخ محمد آصف محسني في الباب ما يقرب من 80 رواية أو أكثر منها، المعتبرة من رواياته ما ذكرت برقم 7 و23 و33 و38، وليس فيه جملة حي على خير العمل، وهو عجيب. أولا، الشيخ محسني في مشرعته أثبت إن أكثر من 80 رواية ساقطة وغير معتبرة، باستثناء 4 روايات فقط في باب الأذان والإقامة من بحار الأنوار الجزء 81. ثانيا، قال وليس فيه جملة حي على خير العمل، وهو عجيب. يعجب آصف محسني من أن حي على خير العمل غير موجودة فيها. ثالثا، لكن لا تعجب شيخنا محسني، فعادة تجد أن هذا وأمثاله هو الحق والأصل. رابعا، لا تعجب لو وجدت وتيقنت إن خلافه هو الدس والتدليس والترقيع ومصادرة التشيع ومخالفة الإسلام وتمزيق المسلمين، فإن هذا متكرر ومعتاد في التراث الشيعي، تراث الشيعة القبور، تراث الشيعة القبورية، تراث القبورية. خامسا، لا تعجب يا شيخ، ففي الكافي الجزء الثالث في باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما لم يأتي الكليني بأي ذكر لفصل مقطع حي على خير العمل، لا في رواية معتبرة ولا غيرها. سادسا، في الكافي الجزء الثالث تحت عنوان بدء الأذان والإقامة ذكر الكليني 36 رواية ليس فيها حي على خير العمل. سابعا، مما بينه من فصول مقاطع أجزاء الأذان، قال الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح 2 و3 وأكثر من ذلك، إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس. المرجع المهندس الصرخي الحسني.